بعمر 32 سنة تزوجت، وليلى اجت بعمر 33 سنة، وكانت نقطة مهمة جدا بحياتي، لأنه أول ما شفتها على الحياة كل إشي بعمري تغير. صارت حياتي يعني أنه تغير من أنه خالد بده يعيش يوم بيوم، إلا أنه كيف بدي أعيشها، كيف بدي أدير بالي عليها، إيش وإيش الإكزامبل that I need to set for her. فكل إشي صار يشتغل عشان ليلى 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 لفترة طويلة جدا. فصرت أحكي طيب الأولاد لما يكبروا ويدخلوا المدرسة، إذا أبوهم عنده بس توجيهي، ايش يعني ايش التشالنج، شو التحدي تبعهم؟ حيجيبوا توجيه ويحكوا خلص احنا نفس ابونا، او مثلا يمكن هالسنتين كوميونيتي كولج، او يمكن اربع سنين، بس انا بدي لا انا بدي ارفع البنش مارك لهم، يكون تحدي اكبر، فبدي اياهم يكونوا احسن من اهلهم. كيف احنا كنا تعليميا جبنا اعلى من اهلنا، نفس الشيء انا بدي ارفع البنش مارك لهم ب يعني اكبر قدر ممكن. فدورنا على جامعه، لقيت جامعه فور ادلت ستاديز، اللي هي كل اللي بيحضروها بكونوا بيشتغلوا من 9 ل 5، فتبدا الكلاسات تبعتها الساعه 6 ل 9 مره يوم يوم يومين او ثلاثه او اربعه بالاسبوع. حكيت خليني اجرب هالسمستر، وكانت حياتي شوي اهدى من اول، يعني متزوج وعندي اولاد وهيك، وكان وقتي شوي متنظم اكثر، وكانت عندي ايامها محل موبايل، فالحمد لله الواحد حياته احسن من ايام المطاعم، تذكر المطاعم. المهم بديت اول سمستر وجبت فيه علامه كامله 4.0، فصعقت حالي حكيت طب انا اوكي ممتاز. فسعيت ضليتني ضليتني ضليتني، خلصت الاربع سنين الباتشلر ديجري، وخلال ثلاث اسابيع كان في الماسترز لازم اسجل فيه بطريقه، وكان في علي امتحان واسويه وكذا، الحمد لله فنطيت بالموضوع وخلصت برضو الماستر يعني خلال ست سنين بكل الدراسه تبعتي. هذه كيف مروا بسرعه هيك ما بتخيل، مستحيل. وكان يعني هذا اعظم اشي سويته صراحه لإلي ولاولادي، يعني ليلى وعمر وناتالي يلا. فالحمد لله رب العالمين خلصنا جامعه ب 2007، وقررت اني اطلق امريكا، حكيت خلص الحمد لله انا عندي الجنسيه وعندي اولادي وعندي الشهاده تبعتي، ما في داعي اني اضلني هناك انيمور، لانه كانت الاحوال غير اول، امريكا اختلفت عن اول. تركت امريكا وسافرت للكويت. سلام عليكم. اخترت